لم أرى في حياتي شيئاً مماثلاً، جملة تختصر ما رآه الفريق الألماني من مواد خطرة خزنت على أرصفة مرفأ بيروت. المفاجأة الكبيرة لفريق شركة كومبي ليفت الألمانية المكلفة بإزالة هذه المواد كانت في طرق تخزينها العشوائية والتي سببت تفاعلات كيميائية سامة جداً عبر السنوات. نعم، خلط بعض المواد ببعضها بكميات معينة يمكن أن يؤدي إلى انفجار شبيه من قنبلة، لكن المواد التي خزنت بطريقة عشوائية نتج عنها ما يشبه القنبلة التي تقتل المواطنين ببطء ولعقود، ومعدل السرطان المرتفع في المدينة دليل على ذلك. عشرات الأطنان من الأحماض والمواد الكيميائية، بعض منها شديد الخطورة ومحرم دولياً كالميثيل برومايد، غير معروفة المصدر أو كيف تم إدخالها ولصالح من، ويقال إن بعضها مضى على وجوده أكثر من 12 عاماً، ما يدعو للتساؤل، هل يعقل أن تدخل مواد إلى أي مرفأ في العالم دون وجود أي ورقة تعرف عن مصدرها والجهة التي أدخلتها؟ كلهم مسؤولين، كل مين مرق على البور بالجمرك وبإدارة البور وبالعسكر والقضاء، وكل مين مسؤول هو مسؤول عن هالموضوع. طالع على لساننا شعر، نحن لكم المعابر 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 البحرية والبرية والجوية. يا خي والله عم تأذوا حالكم، تأذوا ولادكم، تأذوا عيالكم، هذا البلد ما بيقدر يكفي هيك. حتى ساعة إعداد التقرير لم تحصل الشركة الألمانية على أموالها بعدما كادت أن تنتهي من تخزين 58 حاوية ونقلها بشكل آمن إلى ألمانيا، حيث سيتم التخلص منها بشكل بيئي وسليم، كما أن أحد خبرائها البيئيين يقوم بالكشف عن مواد خطيرة مخزنة في منشآت النفط في مدينة طرابلس منذ أكثر من 40 عاماً. كجبل الجليد هي قصة المواد الخطيرة المتواجدة هنا على المرفأ. لم نرى حتى الساعة سوى قشور من هذه القضية التي أقلقت الخبراء الألمان الذين لم يروا شيئا مماثلا لها في حياتهم. مواد يتم اكتشافها مؤخرا لكنها متواجدة هنا منذ عقود، وطامت الكبرى أن مرفأ بيروت قد لا يكون الفصل الأول والأخير من هذه القضية. ليلى خليل، الغد، بيروت.